بالفنيات ميرالين بيانيتش يمشي ميرالين بالشوط لحد كورة 1-0 لليوفي 1-0 ميرالين بيانيتش على دخولك على ظهورك على بروزك يا اوسبينا جول 1-0 اليوفي بالكرة الثابتة 1 الأولى اللي سجل ثنائية على نابولي من 2013 والثاني الثاني من أمري خلاص البطل يؤكد البطل ينور الوصيف ينهار ويسلم يرفع نابولي الراية البيضاء واليوفي في 38 دقيقة لعبة أوندوس أمري وميرالم وأنشيلوتي يبكي مرت في الشوط الثاني وهذا مهم بالنسبة لليوفي ما يقبلش هدف ولا يقبل الهدف يقبل الهدف يقبل الهدف هدف ممتاز كايخون كايخون يسجل ثالث اهدافه في مرمى السيد العجوز مش ممكن مباراة تتولع كرة الله جونزالو بنقلة ثلاثية بالنسبة لتشيلسي ويليان اسبيليكويتا كرة عرضية لجونزالو إيغوايين هولندي كرة عالية خطيرة الله كالون تشامبرز يعادل النتيجة لمصلحة فولهام نعذر يصلح هازار جورجينيو المتابعين ايضا من العشاق والمحبين وهنا المتابعه هنا المتابعه هنا المتابعه هنا الفولو هنا التواجد الهجومي الفارو موراتا تاني الاهداف متابعه لكره جودين وهدف اول لموراتا من هذه الكره الركنيه هدف الفارو موراتا من الركنيه اتلعبت الكره راسيه من جودين الفولو امامنا هنا واحد لا شيء عن طريق الفارو موراتا في الدقيقه 30 والهدف الثاني بنفس الطريقه كوكي يصنع والفارو موراتا خلاص عرف الطريق خلاص الطريق الى المرمى هدف في الدقيقه كان 30 بضربه راسيه ثم هدف في الدقيقه 33 بضربه راسيه رائعه 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 انطلق زيزو من تاني عرضيه ارضيه يا ولد يا ولد الله 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 من زيزو الى احداث من زيزو الى احداث يفرح كل البلاد الله 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 من تاني من تاني عادت الرايه البيضاء مشي لمساكني حناشي حناشي جول ماهر الحناشي والهدف الاول الثالثة الثابتة ضيع الأولى والثانية والثالثة 60 دقيقة لمساكنة جول بامتياز ضربة جزاء فنيات كبيرة إيهاب المساكنة يباغت نانا بونسو 2-0 للنجم 2-0 للنجم هذه الساعة شيبوب يسبب كرة داخل المنطقة الثاني الهدف الثاني الهدف الثاني للفريق السوداني الفريق السوداني لا يرحم والكرة بالشبكة تتكلم عن ثنائية للفريق الهلالي الهلالي سجل ثاني كرة تتهيأ داخل منطقة كرة في منطقة الهلال محاولة خطيرة والهدف والهدف للفريق السامبي الفريق السوداني كما ذكرت فريق قادر يسجل هذا الوراء عبد اللطيف يصدق الهدف والهدف روعة 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 عبد اللطيف خدع الجميع بما فيهم حارس المرمى عبد اللطيف بول القائد القائد يسجل الكابتن يسجل ثلاثية الهدف الثالث على يد
صاروخ.